إذا متتبعينا جلسة صاعدة عدنا لكم من جديد، وهذه المرة من أمام قبة البرلمان. اليوم كنصادفوا الفاعلة والحقوقية السيدة فاطمة الزعمة الناشطة اللي يعني معروفة عبر ربع أنحاء المملكة كتدافع على القضية الوطنية، واليوم جينا باش ناخذوا تصريح ديالها حول زيارة ديال إيمانويل ماكرون إلى بلدنا الحبيب. السيدة فاطمة الزعمة، أنت ضيفة اليوم عندنا على جريدة صوت العدالة. بغيناك تفتحي لنا قلبك وتقولي لنا يعني شنو الاهداف وكل حاجه يعني في هذه الزياره ديال الرئيس الفرنسي. تفضل. بسم الله الرحيم، مرحبتي بك وسهلا الاخ مروان، وني بك. بالنسبه لزياره الرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب اللي هي دامت 6 ايام، وهذه الزياره اللي هي تاريخيه اللي كان بصحبه وفد رفيع المستوى من سياسيين ومن برلمانيين ومن رجال الأعمال ومن دكاترة ومن مجموعة من القطاعات في فرنسا، واللي هو أكد بأنه سوف يفتح واحد صفحة جديدة مع المغرب. وأيضا كانت هذه الزيارة أبرزت مجموعة من التعاون والشراكات في مجموعة من القطاعات، سواء سياسيا، اقتصاديا، بيئيا، رياضيا، فنيا واجتماعيا ايضا. وهذه الزياره اللي اكد فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على موقف باريس على السياده المغربيه على الاقاليم الجنوبيه، وايضا اللي عبر وقال بان حاضر ومستقبل الاقاليم الجنوبيه يكمن في تحت السياده المغربيه. وايضا بالنسبه للحكم الذاتي عبر عن موقفه وعن اعترافه بان الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والانجح لحل هذا لطي هذا المشكل المفتعل الذي طال امده. ومن هذا المنبر نشكر الرئيس الفرنسي على هذا الموقف الجري والموقف التاريخي. هذا من باب ثاني انهم الشركات ألح على ان تستثمر الشركات الفرنسية بالمغرب، وكان وعبر أيضا عن أسفه عندما فرنسا خرجت من العمق الإفريقي، وهذا كان خطأ. السيد الرئيس أكد بأنه خطأ، وأن هذه الزيارة ملي برزت بأن كيف ما كان عارفه بأن المغرب هو بوابة إفريقيا. وكانت مجموعة من الشراكات، منها ايضا شراكه في مجال البيئه. كيف ما كتعرفوا ان المغرب عنده استراتيجيه زيد مهمه وفريده وفي التغيرات المناخيه، مع التكيفات المناخيه ومع التغيرات المناخيه. احنا المغرب الحمد لله تطورنا في مجال الطاقات المتجدده، الطاقه الكهربائيه، الطاقه الشمسيه، الطاقه الريحيه. وايضا المغرب يتمتع بامكانيه إنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون والكهرباء الخالي من الكربون. وكانت أيضا مجموعة من الشراكات في مجموعة من المجالات، مجال الصحة، مجال الأمن الغذائي، الماء وتدبير الموارد المائية، الفلاحة، تعزيز البنية التحتية، الطرق، السكك الحديدية، التنقل الحضاري، أيضا في مجال الأمن اللي هو الأمن والدفاع، الذكاء الاصطناعي، التكوين من ناحيه تكوين الطلبه، البحوث بين الطلبه الجامعيين في المغرب والطلبه الجامعيين في فرنسا. وايضا في المجال الرياضي غادي يكون واحد الدعم اللي هو الكبير، لاننا احنا المغرب مقبلين على باش قلتي لي المجال الرياضي، واحد الجمله قالها الرئيس الفرنسي يعني في قبه البرلمان وقدام يعني بكل سخريه وعفويه ودخلت يعني القلوب المغاربه. قال لهم من الان فصاعدا ما كاينش عندنا يعني شي خصم بين المغرب الا في كره القدم، يعني قربنا اكثر في هذه القضيه اللي قال يعني هو بكل يعني ولا بكل مزاح بغى انه يضحكنا. وشنو الراي ديالك في هذه القضيه؟ احنا شوف الحمد لله احنا كنشكروا الفريق المنتخب الوطني اللي دائما رافع راسنا، ودائما جميع الدول كتحط له الف حساب،
لهذا هو عارف بان في المجال الرياضه احنا المغرب اللي ان شاء الله نكونوا دائما فائزين، وحنا المقبلين على هذه التظاهرات الرياضيه كيف ما قلت لك، مقبلين على كاس افريقيا 2025، مقبلين على كاس العالم 2030، وهذا كامل هو بفضل الحنكه والسياسه الرشيده والحكيمه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره، وايضا نطلبوا من عند مولانا الله يشافيه. اذا كنشوفوا سيدنا يعني في هذه المبادره يعني دار واحد الاستقبال اللي اسطوري، يعني ما عمر ايمانويل ماكرو يعني كنشوفوه دار عده زيارات لبعض الدول، ولكن هذا الاستقبال يعني كان يعني كما هضروا عليه بعض القنوات الدوليه بانه استقبال يعني استقبال لا يوصف بهذا المصطلح هذا، يعني شفنا بعض الناس كيزيدوا انهم يقولوا بان مرتقبه بزياره تكون زياره مرتقبه للرئيس ايمانويل ماكرون، واش هذا الشيء بصح؟ بالنسبه لحنا الاستقبال اللي عد صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله الماكرون، حنا الحمد لله المغرب بلد الكرم وبلد الضيافه ومعروفين بالضيافه، وحنا كان واحد التصالح بين الدولتين وفتح واحد الصفحه جديده، لذلك هذاك الشيء كان الاستقبال اللي هو حافل، والمغرب معروف بحفاوه الاستقبال في جميع مع جميع الدول، وخصوصا مع الدوله اللي هي عندنا بها واحد العلاقه قديمه جدا وتاريخيه في مجموعه من القطاعات، كان وقع مشكل وضريك الحمد لله نحل المشكل، وعبرت فرنسا موقفها على ان الصحراء مغربيه والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. عاشت الصحراء المغربيه وعاش جلاله الملك، نتمنوا له الشفاء. كنشكرك الاستاذه فاطمه التوك، انت مباشره معنا على المباشر على جريده صوت العداله، كنشكرك على سعه القلب ديالك ويعني هذا الكلام اللي عطيتيني اللي نورتي به الراي العام، كنتمنى ان شاء الله نصادفك في لايف او في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. متتبعينا جريده صوت العداله، كنا مباشره معكم من مدينه الرباط، وكانت معنا الاستاذه فاطمه.